أهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية تخصص التمويل وتخصص المراجعة، استكمالا لمكرر مادة آداب وأخلاقيات مهن الأعمال، الفصل الثالث أخلاقيات وآداب الممارسات الإدارية، وتتضمن أخلاقيات وأداب التسويق، أخلاقيات وأداب العملية الإنتاجية، أخلاقيات وأداب إدارة الموارد البشرية، أخلاقيات وأداب مهنة المحاسبة والمراجعة، أخلاقيات وأداب الوظيفة العامة. أولاً آداب وأخلاقيات العملية الإنتاجية، تتضمن آداب وأخلاقيات العملية الإنتاجية داخل المؤسسات مجموعة من المعايير والأخلاقيات التي يجب أن نلتزم بها عند أداء العملية الإنتاجية داخل المؤسسات، ومنها 1 آداب وأخلاقيات عند تخطيط وتطوير المنتجات الجديدة، عند إنتاج منتج جديد نلتزم بمجموعة من الأخلاقيات، ويقصد بتصميم السلعة تحديد الهيكل العام للسلعة المطلوب إنتاجها والمكونات الداخلية، وأهم الجوانب الأخلاقية عند تخطيط وتطوير المنتجات الجديدة تتمثل في مراعاة المؤسسة إنتاج منتجات قابلة لإعادة التدوير مستقبلا، التزام المؤسسة بمعايير الأمن والسلامة في المنتجات الجديدة، أن تلتزم المؤسسة بتطوير منتجات صديقة للبيئة غير ملوثة للبيئة، أن تستخدم المؤسسة مواد أولية غير ضارة في المنتج الجديد. 2 آداب وأخلاقيات تتعلق بتصميم العمليات والطاقة الإنتاجية، وتتمثل أهم الجوانب الأخلاقية عند تصميم العمليات والطاقة الإنتاجية داخل المؤسسات فيما يلي: أن تراعي المؤسسة تقليل الضوضاء الناتجة من عملية التشغيل بقدر الإمكان، أن تحرص المؤسسة على كفاءة استخدام الطاقة الإنتاجية، أن تطبق المؤسسة معايير ترشيد الطاقة داخل المؤسسة، أن تلتزم المؤسسة بالأنظمة والقوانين المتعلقة بتلوث الهواء، أن تلتزم المؤسسة بتقليل النفايات من المواد الخام المستخدمة، وأن تلتزم أيضا باستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير. أما بالنسبة للأداب والأخلاقيات التي يجب أن تلتزم بها المؤسسة عند اختيار موقع المشروع، فتتمثل في أن يكون موقع المشروع بعيد عن التجمعات السكنية، أن يتوافر في موقع المشروع البنية التحتية المناسبة للصناعة، إذا كانت الشركة تنتج أو ينتج عنها مخلفات كيميائية فيجب أن تكون بعيدة عن مصادر مياه الشرب والأنهار، ويجب أن يكون موقع المشروع أيضا قريب من الخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المؤسسة. أما بالنسبة لأداب والأخلاقيات المتعلقة بالترتيب الداخلي لمواقع الإنتاج، فيجب أن يوفر التصميم الداخلي الراحة التامة للعاملين وتقليل الحوادث وإصابات العمل، أن يحقق التصميم الداخلي ترشيد استخدام الطاقة، كما يراعي التصميم الداخلي الجوانب الإنسانية من حيث الإضاءة والراحة والتهوية بالنسبة للعاملين. 5 الآداب والأخلاقيات المتعلقة بإدارة سلاسل التوريد داخل المؤسسة، ويقصد بسلاسل التوريد تحقيق التكامل بين أنشطة الحصول على المواد الأولية والخدمات وتحويلها إلى سلع وخدمات وتسليمها للمستهلك
النهائي، وهنا تتضمن إدارة سلاسل التوريد مجموعة من الجوانب الأخلاقية التي يجب أن نلتزم بها، ومنها أن تطبق المؤسسة معايير النزاهة والشفافية في التعامل مع الموردين، وأن تلتزم المؤسسة بالاتفاقيات والتعاقدات مع الموردين، أن تحافظ المؤسسة على المعلومات السرية الواردة من الموردين، كما يجب عليها ألا تتلاعب بالأسعار في حالة الأزمات والفرص غير الطبيعية. أما بخصوص إدارة الصيانة، فتتمثل أهم الجوانب الأخلاقية بالنسبة للعملية الإنتاجية الخاصة بإدارة الصيانة من خلال ما يلي: أن يتم إجراء صيانة دورية للمعدات للمحافظة على سلامة العاملين، أن تقوم المؤسسة بإعداد خطط واضحة للصيانة وتطلع العاملين عليها، أن تلتزم المؤسسة بعمل صيانة للمعدات لتخفيف نسبة الغازات المنبعثة منها، أن تشجع المؤسسة كافة المبادرات المتعلقة بتحسين السلامة العامة، أن تقوم المؤسسة بإجراء الصيانة الوقائية وتطبيق قواعد السلامة العامة داخل المؤسسة. أما بخصوص آداب وأخلاقيات إدارة الموارد البشرية، تتمثل أخلاقيات وأداب العمل في إطار وظيفة إدارة الموارد البشرية في العديد من الأنشطة، منها: 1- آداب وأخلاقيات متعلقة بوظيفة استقطاب الموارد البشرية، ويمكن توضيح أهم الجوانب الأخلاقية المتعلقة باستقطاب الموارد البشرية على النحو التالي: أولا، يجب أن تكون الوظائف المعلن عنها وظائف حقيقية وتمثل احتياجات واقعية للمنظمة، أن يكون الإعلان محققا لكافة الاعتبارات الشفافية والموضوعية والعدالة، أن تلتزم المنظمة بالقوانين والقواعد عند الإعلان عن الوظائف المطلوب شغلها، كما أن تعتمد المنظمة على مكاتب مشهود لها بالمصداقية والكفاءة في هذا المجال، كما يجب أن تتجنب المؤسسة أو إدارة الموارد البشرية عند استقطاب الموارد البشرية تقاضي أي مبالغ مالية من المتقدمين لشغل الوظائف تحت أي مسمى. 2- آداب وأخلاقيات عمليات الاختيار والتعيين للموارد البشرية، تتضمن وضوح برامج المقابلات واتسامها بالشفافية الكاملة، وضوح المهنية في الاختبارات وتجنبها لجميع مجالات وأشكال التحيز، الابتعاد عن النواحي الشخصية التي لا علاقة لها بمتطلبات الوظيفة، تحقيق التوازن والشفافية في إعلان نتائج الاختبارات والمقابلات الشخصية، أن يتم التعيين وفقا للجوانب القانونية وسياسة التوظيف المعمول بها داخل المؤسسة، أن يتم تقديم الشكر والاعتذار لمن لا يحالفهم الحظ في التعيين داخل المؤسسة. 3- الآداب والأخلاقيات التي يجب أن تلتزم بها إدارة الموارد البشرية عند تصميم هياكل الأجور والحوافز داخل المنظمة، تتضمن الالتزام بالعدالة والشفافية في سلم الأجور والرواتب، أن تكون هياكل الأجور متماشية مع التغيرات في البيئة المحيطة، ضرورة الإعلان عن نظام الحوافز والقواعد والشروط المرتبطة به، أن تكون الحوافز المقدمة للعاملين مناسبة لإشباع حاجتهم،
مراعاة عدالة الحوافز وتجنب المحسوبية في توزيع الحوافز على العاملين. أما بالنسبة للآداب والأخلاقيات المتعلقة بتدريب وتنمية الموارد البشرية، نجد أن على إدارة الموارد البشرية الالتزام بمجموعة من الجوانب عند ممارسة وظيفة تدريب وتنمية الموارد البشرية، وذلك على النحو التالي: الالتزام بتحديد الاحتياجات التدريبية بالشكل العلمي السليم للعاملين، تجنب تكرار نفس البرامج التدريبية في كثير من الخطط التدريبية، وذلك بسبب افتراض نمطية الاحتياجات التدريبية، استخدام أكثر من أسلوب في عملية تقويم وتقييم العملية التدريبية، تجنب التعامل مع جهات التدريب الخارجية ذات السمعة غير المهنية في أداء العملية التدريبية، تهيئة الفرص المتكافئة بين الأفراد لتنمية قدراتهم، أن يساهم التدريب في صناعة قيادات الصف الثاني داخل المؤسسات. 5. الآداب والأخلاقيات المتعلقة بإدارة الأداء الوظيفي تتضمن مجموعة من الجوانب الأخلاقية، هي: وجود لجنة محايدة داخل المؤسسة تضمن نزاهة عملية التقييم، الالتزام الكامل بتطوير وتحسين نقاط الضعف التي تظهرها نتائج تقييم الأداء لدى الموظف، الالتزام بتدريب المدراء والمشرفين داخل المؤسسة بكيفية التقييم العادل للموظفين، التطوير المستمر لنظم تقييم الأداء في ضوء المتغيرات البيئية المحيطة، التأكيد على ضرورة إجراء مقابلات لتقييم الأداء ومناقشة وتحليل ما ورد في التقرير بين الموظف والقائم بعملية التقييم.